كان فيلم اسمه ذا ميسنجر، وقالت ان هو مستوحى من العلاج بتاعي. نرجع مره ثانيه مع حضراتكم ونواصل اللقاء، واعتقد انه الفقره دي كتير جدا من الساده المشاهدين هيهتموا بيها، فخلينا ندخل في الموضوع على طول. بنتكلم النهارده على التطوير الفوري للشخصيه، وده ممكن يحصل خلال 3 ساعات فقط من خلال لقائنا مع سياده السفير هادي التونسي. اهلا بحضرتك يا فندم، وصباح الخير، وكل سنه وحضرتك طيب. واسمح لي بس نسيت اقول حاجه، ان حضرتك كمان حاصل على جائزه افضل فيلم في مهرجان جالا فينيسيا الدولي للفيلم. اهلا بحضرتك. شكرا. اهلا بحضرتك يا فندم، منورنا، كل سنه وحضرتك طيب. خلينا اقول بقى كده، مع عام 2018 وبدايته، خلي كل واحد فينا يفكر في شخصيته ويفكر هل هو الشخصيه دي ثابته، الطباع ما بتتغيرش، ولا ممكن ان هي تتغير، وازاي تتغير؟ بتتغير باراده الشخص، الشخص اللي عايز يغيرها ممكن. انا اتمرنت على الطريقه اللي بيختاروا بيها في الخارج رواد الفضاء، بحيث انه يبقى قادر على انه يحل الازمات وفورا بوعي وحس قوي وقرار صائب سليم وفاعليه في التنفيذ. فقالوا الموضوع ده محتاج طاقه وفيره من الشخص. الحياه هي عباره عن اداره الطاقه الشخصيه، فلو ان توجيه الطاقه خارج الذات هو التدريب اللي بيخلي الناس تتخلص من السلبيات. بمعنى اللي عنده قلق، اللي عنده اكتئاب، اللي عنده اي غضب، اي مشاعر سلبيه، التركيز الانتباه على هذه المشاعر بيزودها ما بيحلهاش. انما توجيه الانتباه، تجاوزها وتوجيه الانتباه خارج الذات هو اللي بيحلها. كانت التمرين اللي اخدته في خلال سنتين ان انا اقدر اعمل الحكايه دي على نفسي، بس دلوقتي بقيت اقدر اعملها للناس، وخدت عليها ملكية فكرية سنة 2016. والطريقة هي الثلاث ساعات ده بتبقى جزئين، جزء حواري بسأل فيه الأول ايه المشاكل النفسية والجسمانية اللي بتعاني منها، وايه رغباتك النفسية والجسمانية، عايز تبقى ازاي، وليه جسمانية؟ لأن الناحية النفسية بتأثر على الجسم، أغلب أعراضنا وأمراضنا أساسها نفسي. فبالتالي بيبقى الجزء الأولاني حواري، الجزء الأولاني ببقى بسمع منه الشكاوي والطلبات بتاعته، وأخد منه المسائل هيستوري، يعني مسائل متعلقة بهذه المشاعر نشأت إزاي، وبوصل لسن الطفولة، لأن فيه بيتكون العقل الباطن اللي هو أكتر من 90% من المخيلة، العقل الباطن أو اللاواعي. في نهاية الجزء الحواري بنبقى وصلنا لتحليل مشترك وتحديد للأهداف، ده على مستوى العقل الواعي. طب معلش بس، يعني الجزئية دي، عشان حضرتك بتقول إن حضرتك بتبدأ معاه بإن أنت بتتكلم عن الأمراض النفسية والعضوية، وبعدين ترجع بعد كده لمرحلة الطفولة. كتير مننا كنا بنفهم العكس، بمعنى إن الطبيب النفسي أو المعالج النفسي لأي إنسان حتى بيبدأ معاه من البداية. هل هنا في تطوير الشخصية بعمل عكس في الموضوع، ببدأ من مرحلة الكبر وارجع مرة تانية للطفولة؟ هو المهم في الموضوع الإلمام بالجزئين. بعد الإلمام وبنوصل في النتيجة في الجزء الحواري إلى تحليل مشترك وتحديد مشترك الأهداف، بعد كده دول على مستوى العقل الواعي اللي هو أقل من 10%، أنا بزرع نفس المتفق عليه في العقل الباطن. بزرعه إزاي؟ بقول له أنا في سرير على بعد كذا متر منك، أنا هبقى قاعد ولا هتكلم ولا هتحرك، وأنت غمض عينيك واسرح في أي شيء. أنا بعيش هذا الشخص وهو بيتنوم، فبينام. ليه عايزه ينام؟ عشان العقل الباطن يفتح، وأنا مش محتاج بعد كده أي كلام معاه. لما بعيشه وبتتنقل الإحساس اللي أنا عايشه بنقل الطاقة وبالتخاطر. بعد ما بينام بيفتح العقل الباطن، فبعيش الشخصية كما هي مطلوبة وانقلها، بيبقى العقل الباطن زي كمبيوتر خد له برنامج اللي هو نفس اللي في العقل الواحد، يلاقي تلقائيا ان هو زي ما كان عايز. طب سيادة السفير، ولا دواء ولا مضاعفات ولا ألم ولا مجهود. ده حضرتك بس هتستحملنا لأن عندنا أسئلة كتير. موضوع كبير. الموضوع ده يعني
فعال مع الناس كلها، مع اي حد حضرتك قعدت معاه؟ هو فعال جدا. بشرط الانسان يعوز. الاراده. الاراده ان هو يتغير، انا ما اقدرش اغير حد غصب عنه. وبيستخدم لايه؟ بيستخدم لتطوير الشخصيه وعلاج الامراض النفسيه العصبيه اللي هي لسه التبصر بالواقع موجود، وعلاج الامراض والاعراض اللي سببها نفسي، والتخلص من التدخين والسمنه. دي اهم عن طريق نفس القعده دي. نفس القعده، انا لما بيجي لي حد عشان حاجه بعرض عليه كل شيء. الانترست بتاعي اهتمامي ان الشخص يطلع في افضل وضع ممكن. طب توصيف حضرتك للشخصيه المتزنه، او يعني البرسبشن بتاع حضرتك للشخص المتزن الايجابي الفعال اللي بيفيد نفسه اكيد بيفيد الاخرين. هو المتجاوز لذاته. بمعنى؟ بمعنى ان مفيش سلبيات في الداخل، اهتمامه خارج ذاته، انتباهه الانفعالي خارج الذات، فبالتالي يقدر يبقى عنده حس مرهف، يبقى عنده وعي اعمق واشمل، يبقى عنده قدره على اتخاذ القرار الصائب السريع الحاسم، وقدره على التنفيذ الفعال الدقيق السريع. طيب سياده السفير، زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان اكتر حاجات اللي هي علاج السمنه، الاقلاع عن التدخين، الحاجات دي، لكن في سمات شخصيه في كل واحد فينا، يعني مثلا التردد، في ناس ما عندهاش سرعه اتخاذ القرار، ما عندهاش حته ان هي على طول بتحدد واحد اتنين تلاته هوصل ليهم ازاي. في ناس بتبقى عندها يعني نوع من النرف العالي، النرفزه، العصبيه، يعني سمات شخصيه في كل واحد فينا، وبالتاكيد ما فيش حد كامل زي ما بنقول، لكن في بعض الاحيان بنقول الطبع ما بيتغيرش. هل هنا المقولة دي غلط؟ لا، الطبع ممكن يتغير، الشخصية ممكن تكون شخصية مختلفة تماما عن طريق ربما الجلسات اللي حضرتك بتقول عليها، عن طريق الشخص نفسه. هي مش جلسات، هي جلسة واحدة. هي جلسة واحدة. هي جلسة واحدة. هتغير كل حاجة. وكل حاجة. ولو جالي على حاجة هعرض عليه كل حاجة. ف ممكن يتغير. الجزء الأولاني اللي هو الجزء التحليلي. واحد متردد. أشوف متردد ليه؟ وهتكلم معاه بشكل واعي عقلاني منطقي ان هو يقتنع ان هذا التردد في طريقة تانية للتعامل معاه. ما بيكفيش ان انا اتكلم بالاقناع، لان العقل الباطن اللي هو اكتر من 90% في محتوى تاني، فانا بزرع نفس المحتوى فيه. حاجة تانية حضرتك قلتي عليها كان على ايه؟ العصبية، النرفزة، العصبية، نفس الموضوع، طريقة التعامل. يعني مثلا هدي الحاله فكره، في مصاصين الطاقه، احنا حوالينا ناس كتيره بتمص طاقتنا. مين اللي بيمص طاقتنا؟ الشخص اللي بيخوفنا، بيهددنا، بيستفزنا، بيبالغ في الكلام، بينتقد ويشكي باستمرار. فنتكلم الاول على تملك النفس، التحكم في الغضب. الواحد اول حاجه لازم يتحكم في الغضب. ثانيا، لو انا عرفت ان حد بيمص طاقه، فاول حاجه ان انا لو ممكن ابعد عنه. تاني حاجه، لو نقد وشكوى ما شاركوش في النقد والشكوى، مش هخلص. المبالغه ممكن الواحد يتناقش فيها، يحدد النقط بالظبط. الاستفزاز ممكن الواحد يتمسك بثباته وكان الشخص ده بيتكلم لغه تانية، ممكن حتى في الخيال الواحد يتصور نفسه في مكان تاني. ممكن اغير الموضوع لو موضوع محرج، ممكن ان انا اقلب الموضوع ضحك لو يحتمل، ممكن ان انا امشي من المكان، ان انا ابتعد عن الشخص ده خالص. لا، لو ممكن السعيه بيبقى حوالينا بعض الاحيان، صعب بيبقى حوالينا في كل مكان. صحيح. انما بيبقى مهم بعد ما الواحد يتمالك ذاته يبقى عارف ايه الطريقه اللي بيتبعها هذا الشخص. عرفت ان ده بتاع استفزاز، خلاص انا هتعلم ازاي اتحكم، ازاي اتحكم في نفسي وازاي اتعامل معاه. طب سياده السفير، الناس اللي بتعمل الجلسات دي والتطوير الفوري للشخصيه وخلاص ووصلنا للشكل المثالي لشخصيه الانسان الايجابي، هل قابل ان هو يرد مره تانية او يعني يرجع زي ما كان، ولا خلاص بقى يعني هو بيبقى اتبرمج السوفت وير بتاعه على ان هو يبقى كده؟ سؤال كويس جدا. انا بخليه تلقائيا
انتباهه وهو مستريح جوه، مستريح واثق امن مبسوط كل الصفات الممكنه الكويسه، وبخليه يعرف الحاجات الكويسه اللي في نفسه ويبقى نفسه، مش يبقى اجزاء من شخصيات الوالدين ممكن يكون بيتصارع او حاجه زي كده. بخليه ناقله مستريح من جوه، فبيبقى انتباهه خارج ذاته. ما دام انتباهه خارج ذاته بالتالي بيحس بقدره اكبر على السعاده. وبتفق معاه ان دي سياسه بيلاقي نفسه بيعملها بالقصد. طبعا مش معنى كده ان هو ما يقدرش يقعد يفكر في داخل ذاته، هيعملها بشكل ارادي، بس دي زي ما حضرتك بتروحي للدكتور والدكتور يقول لك الدواء ده بتاخديه اسبوع، بتاخديه يومين وتقول طب انا اشوف الكوت ممكن اخف ولا لا اخف من غيره. يعني بيبقى تفكيره ذاته بيبقى نوع من الافتعال غير مطلوب، زي اللي قادر يعمل دايت وبعدين يجرب يعني انا ما اقدرش اكل، لا يقدر ياكل. اذا هو بالمناسبه يعني في حضرتك تعليمات معينه بتديها له مع نهايه الجلسه دي، حضرتك قلت جلسه واحده 3 ساعات. ايوه. هل حضرتك بتدي له بقى زي خطوات معينه هو يتبعها مع نفسه يوميا او في المجالات اللي بيشعر ان هو عايز يغيرها، ولا دي بتبقى تلقائيه من ذات نفسه؟ طبعا هو جزء كبير بيبقى تلقائي، انما لو عنده مشاكل خاصه فبعلمه ازاي يتعامل مع هذه المشاكل اثناء الجزء الحواري. وبعد ما بيخلص الجلسه بيبقى طالع الشخص جديد، بساله بقول له احنا اتفقنا على النقط الفلانيه، النقط دي اتحققت؟ فبعض الناس مره واحده تقول لي انا حاسس ان انا كده، بعض الناس تقول لي تقريبا بس عايز اجرب نفسي، اقول له طيب ممكن تكلمني اي وقت، او تكلمني يعني ممكن تكلمني اي وقت بس على الاقل بعد يوم يكون جرب نفسه في الحياه وعرف الحكايه كامله. اهم تنبيه ان هو انت دلوقتي عايش خارج ذاتك، ده هو النضج والفعاليه والسعاده والوعي والحس وكل شيء. خلينا نتفق ان هو ده يبقى البوليسي بتاعتك، السياسه بتاعتك. سياده السفيره، انا سمعت مره او يعني حد قال لي انه في فعاليه كبيره قوي ان الشخص يكلم عقله الباطن قبل ما يدخل ينام بالافكار الايجابيه وبالطاقات الايجابيه اللي هو عايز يزرعها في نفسه، والناس بقى بالتجربه قالوا ان الموضوع بينجح. هل الكلام ده صحيح؟ سيلف بروجرامينج، البرمجه الذاتيه. انا ده احد، انا خدت شهادات كتيره، انا اصلا طبيب بالمناسبه، وخدت شهادات كتيره على الطب التكميلي اللي هو الرايكي والتنويم وكل الكلام ده. سيلف مايند كنترول بتقول لك غمض عينك وعيش، عيش الشخص اللي انت عايزه. الحكايه دي محتاجه ان الواحد يدخل في مرحله من التامل، ومحتاجه ان الواحد يعملها باستمرار. لان هي مشكلتها ايه؟ طالما انا بحاول اعيش في حاله معينه فما زال عقلي الواعي صاحي، والعقل الواعي بيعوق ان العقل الباطن بيعوق ان الرساله اللي انا عايز اوصلها توصل لعقل الباطن. ودي كانت المشكله بتاعت فرويد، كان بيقول ان التنويم اللي بيعملوه مش دايما بيجيب نتيجه كويسه. بس ليه؟ لان هو بيوصل لمرحله من التامل او التنويم وبيسال الحاله، بيسالوا اسئله ويطلب اجابات، ما دام بيجاوب يبقى العقل الواعي لسه صح. فبالتالي التاثير ما هوش كامل، ما هوش دائم. انا مش محتاج اسال ولا اجاوب، فبالتالي لما بنايم الشخص بيبقى العقل باطن مفتوح واقدر ان انا ادخل اللي اتفقنا عليه، فبيعيش حاله من التناسق، تناغم في الشخصيه، يلاقي نفسه في حاله سلام وسعاده. وبالنسبه للدايت، ساعات الاخصائيين التغذيه بيحولوا لي اللي عايزين يخسوا، بيدوا لهم دايت، والدايت طبعا عايزينه يعملها، فهو ما بيجيش انه يعملها بالكبت، لا انا بخليه يحب يعملها، بخليه يقتنع انه يحب يعملها بالفكرة. وادخل هذا الاقتناع في العلم. القناعه دي بتدخل له عن طريق البروجرام اللي حضرتك بتدخله في طريق التنويم. التنويم. طب هل انا لازم اكون عارفه ايه اللي في شخصيتي عايز يتغير، او انا حابه ايه ان انا اغيره، ولا ممكن حضرتك من خلال برضو الجزء الحواري تكتشف ايه مواطن الضعف في الشخصيه دي اللي محتاجه انها تتغير؟
انا ممكن اكتشف طبعا وبعرض على الشخص بقول له بص مثلا انا لقيت ان عندك احساس بالذنب، ايه رايك في الكلام ده؟ اقتنع بيه خلاص هدخل، ما اقتنعش هتجنبه ودخل بيه، لانه في الاخر المطلوب ان الشخص يكون زي ما هو عايز عشان يمتنع الصراع. انما والهدف من الجزء الحواري التوصل لتحليل مشترك، ما بفرضش تحليل على شخص، لازم هو يكون فاهم وفاهم يبقى جايه منين. وكتير قوي حاجات بتبقى جايه من وقت الطفوله، بتبقى العلاقات ما بين الوالدين وعلاقات الوالدين بالطفل وعلاقات الطفل باقرانه بتاثر فيه وبتخليه بعد كده يختار اختيارات حياته لما يكبر بشكل غير واعي. يعني عشان الكلام يبقى اسهل ادي لحضرتك مثلا، لو في ممكن تيجي واحده تتجوز وتطلق كتير، ولما ارجع للطفوله تطلع انها كانت بتحب الوالد والوالده، والوالده ست طيبه والراجل له علاقات تانية، فكانت بتنشا ما بينهم صراعات. فبالتالي بشكل لا واعي بعدين لما بتكبر تختار واحد زي الوالد وتعيش شخصيه الام، فتنشا نفس الصراعات فتتطلق وترجع نفس الطريقه. فانا لما بوصل للوقت ده بفهمها انها بخليها ما تعيش شخصيه الوالد ولا شخصيه الوالده في الجزء السلبي منهم. يعني الوالد مثلا كان له علاقات ليه؟ هل لان جدها كان بيحسسه بنقص كان بيحاول يثبت ذاته عن طريق هذه العلاقات؟ هل جدتها كانت قاسيه على الاب فعقدته من الستات مثلا؟ فبحيث ان هو تفهم الموضوع وتتقبل وتتسامح، لان غير كده بيبقى الماضي بياخد طاقتها وبيحرك اختياراتها في المستقبل. طب واحنا كلنا كبني ادمين عندنا القدره ان احنا نرجع بالذاكره لغايه مرحله الطفوله ونفتكر حاجات ممكن تكون اثرت فينا بالسلب او بالايجاب؟ قدر الامكان. قدر الامكان. طب يعني واللي ممكن ما يكونش فاكر حاجه؟ مش فاكر حاجه خالص. ده يبقى وضعه ايه بقى؟ حالته ايه ده؟ انا عايز اقول انا يعني الفيلم اللي اتعمل عليا بيقول ان انا بدخل في مخ الناس، انا ما بدخلش في مخ الناس، انا بعتمد على المعلومات. لو مثلا جايه واحده عايزه تخس وقالت لي انا مش عارف ايه عايز اخس وكذا وكذا وكل حاجه تمام، طب ما احنا كده ما وصلناش لعمق المشاكل. لازم يكون هو عامل مساعد برضه، لازم يساعدني بالمعلومات، لان هو مش بيساعدني، هو بيساعد نفسه. صح. وهو دايما البدايه يعني بتبقى عن طريق المعلومه، يعني حتى لما بعمل في الكمبيوتر اي حاجه هي الداتا اللي انا بدخلها في الاول هي اللي بعمل عليها عمليات التشغيل بتاعتي عشان اطلع بمعلومه معينه اقدر استفيد بيها. فاعتقد ان ده شيء مهم. لا انا مش هختم، انا هسال سؤال برضو. انا هسال سؤال اقول فيه المشاكل والضغوط اللي حوالينا دايما بيكون ليها عامل كبير قوي في تأثير الشخصية، وربما ان الانسان بيتغير على مدار الزمن. يعني حد يلاقي نفسه لا انا اتعاملت بطيبة كتير قوي واخدت على دماغي كتير قوي، انا عايز اغير السلوك ده. في بعض الاحيان القيم الحلوة بتواجه مشاكل، فبيبقى في رغبة داخلية عند الانسان لا انا لازم اكون قوي، انا لازم ان انا اتغير عشان اقدر اتعامل مع المحيط الخارجي. رايك بتعامل ازاي مع الشخصية دي؟ هل بترجعها مرة تانية للأصول الحقيقية والطيبة والمبادئ الحلوة اللي ربما بتسبب له مشاكل في حياته ولا إيه؟ نتصور الإنسان في مقابل الظروف. في واحد يقول أنا 10% والظروف 90، وفي واحد يقول أنا 90 والظروف 10. البني آدم اللي تمسك بأنه يكون الطرف الفاعل. وبعدين مش معنى أنه هو كان عنده قيم وما قدرش يعيش بيها انه لازم يغيرها، يعني يغير يعمل اي حاجه بحيث ان هو ياخد مصالحه. هو اللي بيحصل انه بيبقى عنده احساس بالخوف او بالعجز. لا، ممكن تخليه البني ادم مش هيبقى سعيد الا لو كان على فطرته، لو كان على فطرته ولو كان متبع القيم النابعه منه ولو كان حقق النقط الاساسيه في حياته. فلو عاش بشخصيه غير شخصيته هيتعب اكتر، هيبقى عنده صراع. لو عنده مبادئ ونقدها هيبقى عنده صراع. صحيح. فلازم
اساعده ان هو اللي بيختار، بس لازم اساعده ان هو يكون نفسه ويتمسك بالقيم اللي طالعه منه ويعرف يتصرف بيها. سؤال اخير بقى للاسف لان الوقت بيجري يا فندم، برضو من الحاجات اللي قريتها على موضوع الطاقه انه الانسان كل انسان فينا عنده هاله خارجيه بتحيط بيه، وان كل ما كانت الهاله الخارجيه دي قويه صعب اختراقها من الامراض او المشاكل او الضغوط النفسيه وهكذا. ده سؤال طبعا اكيد هيهم ناس كتيره بيتابعونا، ازاي اقوي الهاله الخارجيه بتاعتي وامتى اعرف ان هي محتاجه علاج؟ في اجهزه لقياس الطاقه بتبين الهاله، بتبين شكلها. يعني مثلا لسه قريب في جهاز اسمه إيداكتور، الجهاز ده طلع الطاقه بتاعتي كلها من غير اي بقع، وهي خضراء وحواليها ازرق اللي هو العين الثالثه، وحواليها بنفسجي، طاقه سليمه. انما اللي انا بعمله مع نفسي علشان الطاقه ان انا بدخل في تامل وببرمج نفسي زي ما حالتك بتقولي، ادخل في تامل عميق، والتامل العميق ابتدي اعيش انا عايز ابقى ازاي وانا بحقق ايه. طبعا عيب الطريقه دي زي ما بقولت لحضرتك ان هي تدريجيه قوي، لازم الواحد انا كل يوم اصحى الصبح قبل ما الناس تصحى اجربها على نفسي واصحى مبسوط، انا اتمنى ان يبقى في حد يعالجني زي ما بعالج الناس. ده يبقى شيء كويس قوي. هي موضوع يعني شيق جدا، وموضوع يعني التعمق في النفس البشريه دايما بتدينا نوع من التامل. دايما بنقول سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى خلق النفس البشريه بكل الصفات المختلفه، وقد كده بيبقى مهم قوي ان احنا نتفهمها ونتعامل معاها. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا سياده السفير دكتور هادي التونسي يعني على هذه المعلومات اللي بنتمنى ان احنا كلنا نطبقها ونقدر ان احنا نستفيد منها، واللي عايز يغير شخصيته في 3 ساعات ده شيء ممكن جدا ان شاء الله. الف شكر لحضرتك. شكرا لحضرتك. هنطلع فاصل مع كل الساده المشاهدين ونرجع على طول نواصل لقائنا مع حضراتكم وباقي